كصحفي سعودي ومتابع لأحداث الدوري السعودي، شفت إزاي مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح في الموسم في فترة الانتقالات الصيفية؟ وهل شايف إن ممكن اتحاد جدة فعلا يرجع تاني يفاوض محمد صلاح في يناير، ولا هيكون الموسم الجاي، ولا صعب صلاح يجي الدوري السعودي؟ طبعا إضافة كبيرة لو حصلت للاتحاد أو لنادي آخر. الأندية اللي قادرة على جذب محمد صلاح هي أربع أندية: النصر، الهلال، الاتحاد الأهلي. هذا واضح. فهذه الأندية تستطيع تحمل راتب محمد صلاح وجماهيرية محمد صلاح، وأيضا محمد صلاح قادر أن يقدم الإضافة الكبيرة المرجوة فنيا وإعلاميا. كفاية 140 مليون مصري أو أكثر وتشجع النادي راح يكون في حمد. بالطبع أكيد طبعا محمد صلاح، كل الناس دلوقتي ليفربول، مصر كلها بتشجع ليفربول. صحيح، ورمز الكرة العربية ليس فقط لمصر محمد صلاح، كلنا تعرفنا على ليفربول يتواجد محمد صلاح لأنه لاعب مثال بأداء داخل الملعب وخارج الملعب، كسلوك وكنموذج جميل صدرنا إلى الدوري الإنجليزي والإيطالي قبل. فخوين فيه إجابة على سؤالك، لا أعتقد أنه في نافذة الانتقالات الشتوية ممكن عمل صفقات كبيرة جدا. لا ليفربول سيقبل تخلي عن محمد صلاح اللاعب المهم جدا، خاصة ليفربول يعني في مرحلة تذبذب. أمس خسر أمام توتنهام أول مباراة في الموسم، تعادلات عديدة، في مشاكل حول كلوب. لن يتخلى عن لاعب مفتاحي جدا، لاعب مهم جدا، وهو يكون أهم في تشكيلة الريتس في ميركاتو يناير السابع. ذلك اليوم فعلا في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية اتحاد جدة كان مهتم جدا بصلاح، قدم عروض رسمية تم رفضها. سواء قدم عروض رسمية، يعني كان الناس كلها بتتكلم ان مفيش عرض رسمي يوصل، قدم عرض رسمي. بالضبط، عرض رسمي بالايميل او كذا او مكتوب، لا نستطيع ان نؤكد ان ما شفنا بعيننا هذا الشيء، بس بكل تاكيد كان في مفاوضات. مفاوضات ان تخاطب النادي تطلب منا هل في امكانيه للتخلي بالارقام التاليه، النادي ياخذ يعطي، في انفتاح ما في انفتاح. حل المفاوضات ما كان في انفتاح من ليفربول محمد صلاح، تم التواصل معه على طلبته الشخصيه، محاوله فهمها للمستقبل. طبعا زي ما قلت لك، اهتمام، مجرد اهتمام محمد صلاح اضافه كبيره. هل ممكن يجي الدوري السعودي محمد صلاح؟ باعتقادي الشخصي بوجود هذه النجوم راح يكون اضافه، ونتشرف انه يكون واحد من اهم اللاعبين العرب، كزي ما قلت كاخلاق قدوه وكموهبه ايضا فنيه. كم في الدوري السعودي سياتي يوما محمد صلاح للدوري السعودي، إذا لم يكن في الصيف القادم ربما الذي يليه، لأنه هذا الدوري جذب نجوم كبيرة ومحمد صلاح نجم كبير، وحنا كدوري عرب ودوري سعودي نشعر إنه شعبية هذا اللاعب والقيمة الفنية لهذا اللاعب تضيف كبير، ونتمنى إنه يكون موجود معنا. وإن شاء الله في بين الوقت اتذكر كلامي، محمد صلاح سيرتدي قميص نادي سعودي باذن الله، اذا الله حماه اذا شر الاصابات ومتعه بالصحه والعافيه. طب شايف مين الفريق الاقرب السعودي اللي ممكن محمد صلاح يكون فيه؟ طبعا كون الاتحاد فاوض محمد صلاح، ممكن الفكره النمطيه انه ممكن يجي الاتحاد. اليوم عندنا اربع انديه مملوكه من صندوق الاستثمارات العام، ف الميركاتو القادم سيعتمد على اضعف فريق من راح يكون. لو افترضنا ان الاهلي والاتحاد انتهوا افتراض خارج الاربعه الكبار، خارج الاربعه الاوائل، سيكون تدعيمهم اولويه عند صندوق الاستثمارات على الانديه اللي حققت الدوري مثلا او حققت انجازات، لان هذه الانديه عندها مشروع واضح وعندها قاعده اصبحت جيده. فالسؤال هذا متغير، كون المالك واحد والمستفيد اربع اشخاص، هنا الجواب قد يكون نهايه الموسم. قرض الاتحاد الاهلي من مكه المكرمه والحرم والحرمين الشريفين قد يكون هذا جاذب لمحمد صلاح، لرفق الدينة وحب الاداء مناسب للعمره، الله يثبته ان شاء الله. يعني انت شايف الاتحاد او الاهلي مش الهلال؟ ممكن كل شيء جايز. الهلال خلينا نفترض في الدوره الثمانيه، نفترض ان الهلال لم يعني مر بانتكاسه، نيمار بسبب ما مش نيمار اليوم إيه بلس، يعني نتكلم حتى على مسلم الرواتب،
اليوم صعب نجمع محمد صلاح مع نيمار فريق واحد الرواتب استقفز يعني بمبلغ كبير جدا. اعتقد نظريا ممكن يكون في الاتحاد او الاهلي.